بتكليف من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاته، رأس سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم وفد مملكة البحرين المشارك في القمة الإسلامية الأولى للعلوم والتكنولوجيا والتي عقدت في العاصمة الكازاخستانية أستانا بتنظيم من منظمة التعاون الإسلامي، حيث أكد النعيمي في كلمة له في القمة اهتمام القيادة الرشيدة منذ وقت مبكر بدور تقنية المعلومات والاتصال في الانتقال بالتعليم من مرحلته التأسيسية التقليدية إلى مرحلة الاستخدام الفعال للتقنية والتحول إلى التعلم الإلكتروني، وذلك من خلال تدشين مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل في عام 2005، فضلا عن التعاون مع منظمة اليونسكو في إنشاء المركز الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصال على أرض المملكة، مشيرا إلى إطلاق جائزة اليونسكو الملك حمد بن عيسى الخليفة لاستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصال في التعليم، وكذلك إنشاء مكتبة الملك حمد الرقمية التي تسهم في خدمة الباحثين وتوفير الخدمات المعرفية الرقمية لهم. على صعيد التعليم العالي والبحث العلمي، أشار الوزير إلى أن مملكة البحرين دشنت استراتيجيتين، الأولى للتعليم العالي والأخرى للبحث العلمي، مع التركيز على الجانب التكنولوجي، وباشرت في تطبيقهما بدءا من عام 2015. لقد تشرفت بنقل تحيات سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه إلى فخامة الرئيس نور سلطان نزاربايف رئيس جمهورية كازاخستان، وتمنيات جلالته الكريم للمؤتمر بالخروج بنتائج مثمرة تعزز التعاون بين الدول الأعضاء في المنظمة الإسلامية. لا شك أن اليوم صدر إعلان استانة وكذلك الوثيقة الخاصة بالمؤتمر، وتتضمن العديد من الأهداف وأيضا برامج المطروحة لزيادة التعاون لتحقيق التنمية المستدامة في العالم الإسلامي، خصوصا وأن الحضارة الإسلامية ولله الحمد شهدت الكثير من الإنجازات لصالح البشرية. كما تم عرض تجربة مملكة البحرين في مجال التعليم الإلكتروني متمثلة في مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل والتمكين الرقمي والدور الكبير الذي أحدثه ذلك في مسيرة التعليم في مملكة البحرين، وأيضا تأسيس مكتبة الملك حمد الرقمية التي تتيح للباحثين الدخول إلى العديد من مصادر المعرفة المختلفة. لا شك أن مشاركة مملكة البحرين في هذا المؤتمر تأتي من الاهتمام بتعزيز التعاون الإسلامي في المجال العلمي.